قبل ما نكمل اخبار الاهلي نروح نتكلم عن المنتخب الايطالي اللي فاز النهارده على منتخب السويسري بثلاث اهداف مع زميلنا احمد صبري من ايطاليا عبر سكايب ونعرف الاجواء هناك عامله ايه. احمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، مساء الخير لكل الساده المشاهدين. اخبارك ايه وحشني. وانت والله كله تمام الحمد لله، ماشي الاخبار الحمد لله. يعني المنتخب الايطالي واضح ان هو بيعود لامجاده بشكل كبير بمتعه كره القدم وعامل لقاءات الحقيقه في اليورو اكثر من رائعه. دي حقيقه، المنتخب الايطالي بعد 15 سنه تقريبا ازمه كبيره جدا كان قمتها عدم الوصول لكاس العالم الماضي في روسيا، بدات الامور ترجع لنصابها الطبيعي بعد تولي روبرتو مانشيني الاداره الفنيه للمنتخب، بدا يجدد الدماء، بدا يبقى فيه توليفه كويسه جدا ما بين اللعيبه الخبره واللعيبه الشباب، وبدا المنتخب الايطالي لاول مره تقريبا بيجمع ما بين الاداء القوي والنتائج القويه كمان. يمكن دايما المنتخب الايطالي كان معروف ان كورته مش جميله قوي، ولكن مانشيني كسر القاعده دي، بقى في اداء كويس، اداء ممتع، وكمان فوز بالمباريات. شايف من وجهه نظرك ان ممكن يكون المنتخب الايطالي واحد من الاربعه الكبار في هذه البطوله او المربع الذهبي؟ اكيد، انا اعتقد ان يعني احنا شفنا كل المنتخبات دلوقتي، اعتقد ان المنتخب الايطالي هو اكثر منتخب مقنع لحد دلوقتي، صحيح لسه البطوله فيها كتير. احنا المنتخب الايطالي لما كان بيكسب البطوله قبل كده اتعودنا منه ان هو بيعلى اثناء البطوله، مش مساله ان هو بيبدا البطوله بقوه، بالعكس باغلب البطولات اللي منتخب ايطاليا عمل فيها حاجه كان بيبدا البطوله بشكل متواضع، ولكن هو منتخب مقنع جدا، منتخب كمان قوته يا كابتن سيف في المجموعه، هو المنتخب ما عندوش لعيب النجم اللي هو تقول لو غاب المنتخب يحصل فيه ازمه. كان المعسكر الاخراني اللي قبل البطوله اتعرض ثلاث لعيبه من نص الملعب بالاصابه، فيراتي لحد دلوقتي ما لعبش ولا مباراه من مباريات منتخب ايطاليا، غاب عن لقاء تركيا الافتتاحي ومنتخب سويسرا، وكمان في اثنين لعيبه سينسي وبلجريني الاثنين استبعدوا اصلا وما دخلوش البطوله، وده يبين لك ان قوه المنتخب الايطالي في المجموعه مش في لاعب بعينه. شايف ان مين الثلاث فرق اللي ممكن يشاركوا المنتخب الايطالي في المربع من وجهه نظرك؟ طبعا احنا عندنا بس نقطه ان هي فكره ان في احسن ثوالث، وبالتالي احنا مش عارفين مين هيقابل مين في الادوار الجايه اللي قبل الدور نصف النهائي، ولكن لو بنتكلم بشكل عام مش بنتكلم عن حته المسارات اللي المنتخبات هتمشي فيها، اعتقد ان ايطاليا، بلجيكا، فرنسا، ممكن البرتغال، دول اكتر فرق، او انجلترا طبعا يعني على حسب المسار، اعتقد ان هيكون اربعه من الخمسه دول هم اللي هيكونوا في السيمي فاينل. احمد بشكرك وان شاء الله باذن الله تابع معاك خلال اليورو كله ان شاء الله، وبالتوفيق وبتشرف بوجودك معايا باذن الله. بشكرك يا صبري، بشكرك شكرا جزيلا احمد صبري، الحقيقه من الواحد دايما اللي الناس يعني يحب يسمع لها في الكوره الاوروبيه.